الآيات في سورة المائدة في آخر صفحة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله يوم القيامة تكلم مع عيسى عليه السلام، قال له تعال يا عيسى أنت قلت للناس أنا وأمي ينادوني من دون الله، ينادوكم يعني من دون الله يعبدوكم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول، أن أقول شنو؟ ما ليس لي بحق. قبل ما أتم الآية دمنوا قال الكلام عيسى عليه السلام، يلا تعال شو المفارقات الحاصلة. أسي حق الله بدول أفلام من الناس، مثلا أحمد ده زوج صالح مات، غسلوه وكفنوه وشالوه في عنقريب ودفنوه، وقالوا اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. والواحد قعد يديه حق الله يقول يا شيخ أحمد ده الحقنا، تعال يلا أديك أسئلة. عيسى عليه السلام ولي ولا ما ولي؟ ما ولي ساي، نبي عادي. وأحمد ده شنو؟ أحمد ده أكبر كلمة تقول أقول أحسن ولي والله حسيبه، لكن ذاك لو قلت أحسن نبي بتبقى كافر، لأنه أحسن يعني أظن، ما بتقول أظن نبي، بتقول نبي عديل، لأنه الله في القرآن قال نبي، والمعلومة اللي بتجي في القرآن ما فيها ظن، يقين عديل. دي واحد. باثنين، الزول بيلدومي من بطنومه بيبكي، الزول من بطنومه بيلدو بيبكي. عيسى عليه السلام ولدو توحيد طوال، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال شنو؟ قال إني عبد الله، مما ولد توحيد طوال، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قام العلم لأبي خيثم النسائي بتحقيق الألباني رحمه الله، رحمهم الله جميعا، قال مجاهد وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير. خليك في الدنيا دي ما تبقى زول عادي سال، تبقى زول متعلم وتعبد الله وتدعو إلى الله حتى تلقى الله جل وعلا. الناس في ضحك وهزل انت تعلوك سكينة وقار، الناس في غنى انت تقرأ قرآن، الناس في غيبة ونميمة انت تذكر الله تعالى، الناس بتدعو للباطل كل حزب بما لديهم فرحون انت تدعو إلى الله تعالى. لذلك عيسى عليه السلام اثنين، اول شيء مما ولدوا ولدوا للتوحيد، اثنين ودي قلتها قبليها، عيسى عليه السلام ما ولي ساي، نبي عديل، ثلاثة يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، دي معجزات الله الدارمة. أربعة أو خمسة يعلم ما يدخره بنو إسرائيل في بيوته، بزول عنده حاجات زي دي ما، وبعد الأمور اللي عنده دي، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أنا العبادة دي ما حقها، حقها جدا يا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لذلك حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تدعو لأي شيء الناس بتتكيف منك، تتكلم في التقوى الناس يقول لك آية يا مولانا، التقوى دي والزمن ده زمن علينا، الريبة شغال والغنى والمعاصي والتبرج والتقوى تمام. تتكلم في السرقة الحرامي ذاته يقول لك والله نشلون في السرقة. تتكلم في أي موضوع من مواضيع الدين الناس دي ما يتضايق، لو زول عنده علم وزول تمام ويش، لكن مما تجي في التوحيد وتقول للناس حق الله رجعوا لي الله، الناس يتضايق وتزعل، والله الذي لا ينغي. لذلك أنت تدعو إلى توحيد الله تعالى. أنت تدعو إلى توحيد الله تعالى وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ودي دائما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. اليوم اللي بتبقى زول عقيدته صحيحة في الله تعالى يعبد الله على بصيرة، قال لك الله ما بعذبه بعد يموت. لذلك أخرج الترمذي في السنن وصححه الألباني رحمه الله من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الناس تدعو للتوحيد الكلام ما بزاحي. لو قالوا للناس خلوا فلان وفلان وفلان وامسكوا فينا نحن كان يكون بزاحي، لكن خلي فلان وفلان وفلان، خلي شيخك وخلي شيخي وكلنا نمسك في أمر الخلق الناس. لذلك من أعظم الأسباب التي تقود للحسرة بيوم القيامة ضياع العقيدة، ضياع حق الله تعالى. لما يشرك العبد بالله تعالى يتحسر في يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجع للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الله قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لذلك من أعظم الأسباب التي تقود للحسرة في يوم القيامة بفقه هذا الحديث ضياع حق الله تعالى. إنسان يضيع حق الله، حق الله علم الغيب بصفة من صفاته، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الملائكة اتبرأوا من علم الغيب، الجن ما بيعلموا الغيب، الرسل أديك الأدلة. الملائكة قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا شنو؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دل الملائكة. تعال شوف الجن. الله قال عن سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، الجن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. لما الدابة أكلت العصاية بتاعته، فلما ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن. تبينت جنو أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. ده الجن ما بيعلمون غيبة، رسل ما يعلمون غيبة. تجد كل الناس بس الآن اليوم في واقعنا ده تقول للناس إبراهيم عليه السلام لا يعلم الغيب، لك يا مولانا اتقي الله. تقول لهم والله جاب له عجل، عجل حنين سمين وشواو ودله ملائكة قدامه وعارف الملائكة لا بتاكل ولا بتشرب، لكن قدم لهم العجل لأنه جو في شكل بشر. لو كان بيعلم الغيب كان عرفوا ده شنو، كان عرفوا ده الملائكة، ما كان جاب لهم العجل. يقول لك أي والله صدقت، الرسل ما بيعلموا الغيب إلا يجيبوا وحي من السماء، لكن من نفسهم ما بيعلموا الغيب. تقول لهم موسى عليه السلام دخل إلى الرحمن إبراهيم عليه السلام، موسى كليم الله ما بيعلم الغيب. لك يا مولانا موسى، يقول لهم عليه السلام ثلاثة مسائل لما نوراها للخضر كبرى وما عرف. يقول لك أي والله كلام صح. تقول لهم سليمان عليه السلام، سليمان لا يعلم الغيب. يقول لك سليمان ده سخر للريح والجن والطير والإنس، كيف ما بيعلم الغيب؟ تقول لهم نقرأ القرآن، قرآن في سورة النمل قال الله تعالى: وتفقد الطير
فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. أسمع الله قال شنو؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال الله تعالى فمكث غير بعيد فقال الهدهد قال لسليمان عليه السلام فقال أحط بما لم تحط به. قال لا أنا جيتك بخبر أنت ما عندك وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله إلى آخر الآيات من سورة النمل. قلناك يا الله سليمان عليه السلام ما يعلم الغيب تقول لهم خلاص ما نكثر الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش سيد ولد آدم هاي ما يعلم الغيب من ذات نفسه إلا بوحي. أديك آيات قال تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو ده حرف امتناع الامتناع أي امتنعت عن الاستكثار من الخير وعن دفع السوء لامتناع عن علم الغيب. فلو كنت أعلم الغيب لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في آية واضحة عديد في سورة الأنعام قال تعالى قل لا أملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. دي مش آية واضحة؟ أديك مثال واقع يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من ذات نفسه. في صحيح البخاري في كتاب التيمم عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع الصحابة 10,000 صحابي أو أكثر واقفين برا ودارين رجعوا المدينة الحج تم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم نرجع. قالوا أتينا معك لن نرجع إلا وأنت معنا. طيب الأخر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أخر النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة استلفت عقدا من أسماء فسقط منها. لما سقط العقد طيب العقد بتاع عائشة رضي الله عنها اللي استلفته من أسماء وقع في الواطة وبركت فيه الناقة بركت في العقد. بيجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة وأكثر من 10,000 صحابي يفتشوا للعقد وما لقوا. بالنهاية قامت الناقة لقوا العقد أصله وفي زر بيعلم الغيب. وش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم؟ جيبوا الكتاب جيبوا. طبعا المصحف ما جمعوا لسه واللون جيبوا لي سورة الممتحنة كذي سورة النمل سورة القصص أن لما يسوى وافتح الكتاب وأن نمليكم بالخير. ما في كلام زين هسي أمة برة تقول لها إبراهيم ما بيعلم الغيب يسكته عليه السلام موسى ما بيعلم الغيب يسكته داود ما بيعلم الغيب يسكته سليمان ما بيعلم الغيب يسكته الرسول صلى الله عليه وسلم من ذات نفسه ما بيعلم الغيب إلا بوحي من السماء يسكته. يقول لهم البرعي ما بيعلم الغيب والمكاشف ما بيعلم الغيب وأحمد التجاني ما بيعلم الغيب ولك يا مولانا ما تنفذ يا أخي ده ما نفذ دي حقيقة يا أخي حس يا أخونا ده قرأ هندسة وبيقرأ صيدلة مش صيدلة هزول نزول صيدلة إن شاء الله تبقى دكتور بعدين أنا قاعد جيتك عيالة دينين وشدتين واحد فيها حبوب والثانية توحيد طوال يعني الله يوفق دينها صيدلة حفظهم الله. أخونا ده قرأ هندسة وفتح له مكتب بتاع معمار بعدين أخونا عمر ده جمع ماسك بطنه الله يشفيك إن شاء الله ماسك بطنه ما جايين ورا أخونا عمر ده يتخرج هندسة فتح له مكتب بتاع هندسة بتاع معمار وعمر ده جاء عيان ماسك بطنه. أنا قلت له يا أخي الزول ده ما تشوف المكتب ده جميل كده الزول ده ما خريج طب الزول ده خريج هندسة
هذول انت مش خريج هندسه؟ خريج في المسن سايا ماسك. هذول ده خريج هندسه، ما خريج طب، ما قرا طب، ما عنده علم طب. اسي ده نبز ولا حقيقه؟ دي حقيقه حصل. انا قلت لك فلان ده ما عنده طب، الزول ده قرا هندسه، ده ما نبز. لو قلت لك الزول ده بتاع مشاكل وشر واوا ده نبز. انا ما قلت لك فلان ده كذا، قلت لك يا اخي الشيخ الفلاني ده ما بيعلم الغيب، ده ما نبز. انت افهم الكلام بالراحه، ما تشيل الالات الطوالي وتدق تدقها وتنبزه وبتكوركه وتمرق. افهم الكلام بالراحه، ما قلت لك الشيخ ده بتاع مشاكل بتاع سرقه وبتاع، لا لا، قلت لك بزع علم الغيب ده حق الله. الله قال للرسول كذا، قال له قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. انت لما تروح لك حاجه ما تمشي لزول يقول لك احوطها لك واجيبها لك وكذي، ده بيتعامل بالجن. لانه انا اديتك مثال انه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزول اللي بتمشي له ده بجيب لك حاجه، شفتها بالجن بيجيبها لك. لكن بتكون ضيعت الدين. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب دي مسألة علم الغيب، ده حد من حقوق الله. اثنين الدعاء، الدعاء حق الله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عليك الله ينتبه للآية دي، ذكر فيها الاستكبار وذكر الذل والخضوع والحقارة. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبروا. طيب الجزاء شنو؟ الجزاء مش استكبروا، الله أذلهم طوال. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. داخلين يعني ذليلين وحقيرين. الله الذي لا إله غيره داخل، يدخل جهنم داخل، أي ذليل وحقير. فلما استكبروا عن عبادة الله أذلهم الله تعالى. عشان كذي فرعون قال شنو؟ قال وهذه الأنهار تجري من تحت، الله خلاها تجري فوق له. وانت العكس، لو انكسرت يا الله وزللت بيرفع. الله قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم شنو؟ وأنتم أذلة. أي لما تذللتم لله تعالى وانكسرتم ورأى الله فيكم الصدق والحق والانكسار له والخضوع له والخشوع، الخضوع بالأجساد والخشوع بالقلوب والأصوات، لما رأى الله فيكم ذلك رفعكم الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو شنو؟ ساجد، وهو ساجد. لأنه أعظم شيء جبهته لنسفعن بالناصية، ذاك أبو جهل تكبر، الله أزل شر من هنا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من النواصي والأقدام، يجيبوا القرآن بورا لحد يربطون مع الراس الناصية ويدعوا في النار. هنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه أعظم شيء ناصيته جبهته. عشان كذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مختصر الكبائر للذهبي، نهى عن ضرب الوجه، ما بجوز. الكف في الشريعة حرام، ولا ولدك ما بجوز تدي كف، ولا في مدرسة الوجه ده ما تصل. أعظم شيء جبهة الزول، وأتفه شيء الواطة. يقول لك مسح بيه والواطة، لما أنت خدت أعظم شيء في أتفه شيء، ده قمة الزول لله تعالى. لما الزول بقى في زول لله بقى شنو؟ بقى قريب من الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وده الباب الناس شوية، الصلاة قيام الليل، تلقى عباد كتار يقيموا الليل ناصبين أرجل أمام الله تعالى. الدعاة إلى الله تلقى كتار دعاة. الذكر تلقى الذاكرين لله كتار أو الذاكرون لله. لكن الانكسار لله تلقى بابه يدخل نفهنا انكسر لله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ذل أصلح النهار وأصلح الليل. لذلك أنت تعبد الله جل وعلا بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وأخرج الترمذي في السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وفي
في رواية بنقولوها الناس مدوهم منهم، يقولوا كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، ما صحيح، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. قال ابن عثيمين رحمه الله لم يأتي في أحد الروايات التصريح بالإرداف، ولكنه يحتمل أنه كان رديف، لكن لما تجيب النص يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فقال يا غلام، شفت الرسول صلى الله عليه وسلم همته كيف؟ جبال يعلم في الحمار، والزول الكبير يعلم، وده غلام ده يعلم. يا غلام إني أعلمك كلمات، أداه 6 كلمات، ما قال له أسمع الكلمة الأولى كذي الثانية، لا، قال له إني أعلمك كلمات نبهها له. تلقى في بعض المؤلفات اعلم رحمك الله، لجنو عشان تنتبه، قال له إني أعلمك كلمات. واحد، شفت الدعاة إلى الله بيمسك الناس بالله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في سمعك ما تسمع حرام، احفظ الله في بصرك ما تعالي اللي حرام، احفظ الله في جسدك في جوارحك في لسانك، احفظ الله في الدنيا، الله بيحفظك في الدنيا وبيحفظك في الموت وفي القبر وفي الصراط وفي الجنة، هناك يدخلك الجنة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني في الرخاء إذا حفظ الله حفظك الله في الشدة. قال إذا سألت، قال له فاسأل منه، قال له فاسأل الله، ما قال له ابن عباس أنا أبو التقيلة جاتك مصيبة يا رسول الله تلحقنا، لا لا، الرسول توقر تحترمه، لكن دي عبادة ما تصرف إلا لله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال له إذا سألت فاسأل. طيب الظاهر إحنا جربنا نصل، أنا لابد أقول بعض الكلمات من باب الإقناع في مسألة الدعاء، فأنت حاول استعين بيها. يا جماعة زول، هسه أفرض أنا شيخ، أفرض ساعي ما أفرضه الشيخ الكبير أحمد البدوي مثلا ساعي، وبعدين موتى وعمنا ده شقيقي علي أخوي ود أمي وأبوي، أسأل الله يجمعنا في الجنة جميعا، عمنا ده أخوي غسلني وكفني وشالني في عن قريب وحفروا المطمورة، المطمورة بتعرفوها؟ المطمورة دي المربع قبل ود اللحد، حفروا المطمورة وحفروا ود اللحد، وخدتوا الشيخ أحمد البدوي ما كفى ما غسل، وخدتوا الطوب وليسوب الطين والتراب، صلي صلي صلي، ها كوريك بيجاي وخورية ويجيب الباغات والطين وعجل وردمه خلاص، ويقفوا برا سووا البدع اللي بيسووها دي، اللهم كذي مفروض تدعو واحد واحد، لكن قول دعوا جماعة، اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسان، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئات. مش دعيت للشيخ ولا ما دعيت له؟ أنت مش بتدعو للشيخ، أنا بديك كلام عجيب كمان، أنت قاعد تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، بديك الدليل ما تستعجزه، أنت مش بتدعو للشيخ، أنت ده قاعد تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت منه، أنت بتدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، تجي تنادي زول ميت تمش، الزول اللي خديته بيدك تمش تعتب، تقول يا أحمد تلحقنا بديك إقناعات، عيد بديك 5 بس، إن قريب قتال شديد، أقرأ القرآن. واحد، أحمد من البشر ولا ما من البشر؟ من البشر، البشر ضعيف والله قوي، قال تعالى إن الله لقوي عزيز، وقال عن البشر يريد الله أن يخفف عنكم، أو يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان شنو؟ ضعيفة، تخلي القوي تمسك في الضعيف لكم؟ واحد. 2، البشر فقراء ولا غنيانين؟ والله غني ولا فقير؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو شنو؟ الغني الحميد، تخلي الغني تمسك في الفقير؟ صح الكلام؟ 3، البشر بخيل والله كريم، أديك الدليل، وكان الإنسان قتورا أو خلق الإنسان قتورا، الإنسان قتور، قتور يعني شنو؟ يعني بخيل، والله كريم، تخلي الكريم تمشي للبخيل؟ أديك نمرة كم؟ أربعة. أديك نمرة 4،
البشر بيموت والله ما بموت. طبعا زول لما يتكلم قاعد بيكون بارد، تكون واقف. وبعض الناس لما يشوفوك سخنت في الكلام بيجيبوا لك كوبايه بارده، بارده ما في لاقيين. نحن نجيب لنا كوبايه شاي وغالي. البشر بيموت واما ما بموت. الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. اي زول بيموت ما تتوكل عليه، اللي بيموت ما تتوكل، ما ضعيف، حياته ضعيفه، بموت ما ملكه، حياته ما ملكه. لكن الله ما بموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. دي اربع خمسه، يلا اسمع معاك. قريب الله يا ناس ولا قريب المدفون في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب؟ قريب منه. الله قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. دي نمره خمسه. نمره سته، الله قال لك اللي بتنادي ما بسمعك، لكن انا بسمعك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. طيب بالنادي ويا الله. الله قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. دي بدوة القران يا زول، انت زول القران. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو دي حرف امتناع، افتراض ثاني، حرف امتناع الامتناع. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طيب دي نمرة كم؟ دي نمرة ستة. نمرة سبعة قربنا ولا ما قربنا؟ الله يوصلكم الجنة إن شاء الله. قولوا آمين. نمرة سبعة، الله رحمن رحيم لكن غيره ما بيرحم. البشر ديل حتى لو انفق عليهم، أنا بديك الأدلة. أسي أنا زول مفلس وأخونا ده زول مرطب عنده 6 مليار، الله يديك 6 مليار إن شاء الله. اللهم آمين. تسويها مساجد ودعوة إلى الله تعالى وتنفق في الخير والأيتام وغيره وكذا المساكين. الزول ده غنيان وأنا زول مفلس، جيت وقلت له ما المرة تعبانة وعيانة وكذا يدينا 100 ألف، اداني 100. بكره لقيته وذاته لقيته، والله الولد طردوه من المدرسه ودارين رسوم، ادينا اداك طوالي 50 ألف. بعد بكره لقيته والله ما بحق الخدار، ادينا اداك 50 ألف. ده ثاني كان شافك ابو مليارات ده بيعمل شنو؟ بس الله يديك العافيه. بيزوق طوالي، اسالك بالله، الله حسن ربعت يديك. قال يا الله هو انا داير كذي. قال لك يا اهل السودان كرهتوني، شغلتكم كثيرة انتم مالكم ما بتفتروا، كل مرة بتدعوني. الله قال كي بل الله بيفلح. الله قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما مخيط دخلوه الترعة، نحن قربنا خلاص وصلنا، دخلوا البحر منه البحر عديد تمرقوا الفوق الليبرة دي ضب بترويو ضب خلي بشر. قال لك ده كان الناس دي كلها دعت الله جل وعلا ما بينقص. لذلك انت تدعو الله تجعل عقيدتك في الله، لو دار تخش على رئيس قال لك شهر واسطات وتعال بكره والاسبوع الجاي ورب العزه والجلال ملك الملوك، تقول يا الله ابواب السماء تتفتح. يا اخي الله ما لك مشكلتك معاه شنو؟ امسك في الله وده المزعل الامه دي كلها ضدنا، انصار السنه وداعين كذي. احنا قلنا للناس كلمتين نتحداه ونجيب لنا كلمه ثالثه، قلنا للناس خلوا فلان وفلان وفلان امسكوا فيه، الله خلق الكون زعلانين من دي. قلنا للناس الكلمه الثانيه خلوا الطريقه الفلانيه والجماعه الفلانيه والحزب الفلاني، ولا تجانيه لا قادريه لا اي شيء، خليها كلها. في قبرك بيسالوك ما دينك، بتقول الطريقه الفلانيه، قول الاسلام تابع الرسول صلى الله عليه وسلم في مظهرك. انت زعلان من اللحيه دي؟ رسولك عنده لحية، احنا تابعناه. الناس بيريدوا جون سينا اليوم كله شغالين تدريبات، بيريدوا الكورة جاريين بالميادين، نحن بنريد الرسول صلى الله عليه وسلم دارين شكلنا زيه، يعني نبقى زيه.
انت مفروض تفرح للمسألة دي. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يجمعنا وإياكم في دار كرامتي إخوانا على سر متقابلين، وأن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا دعاة إلى الله حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.